يلي دارتها الفيفا في حسابهم الرسمي كما راكو تشاهدوا معنا من المستشفى تاع اسماعيل بن ناصر. ادعوا له بالشفاء وربي يشافيه وان شاء الله يرجع للميادين. هذا انه نادي نيوكاسل في الدوري الانجليزي كان حاب يتعاقد مع السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على اسماعيل بن ناصر، لاعب المنتخب الجزائري ولاعب نادي اي سي ميلان الايطالي الذي تعرض لاصابه للاسف الشديد، اصابه صعبه جدا وخطيره اللي راح تبعده لمده طويله عن الميادين وما يلعبش المباريات اللي مازالوا سواء مع المنتخب الجزائري او مع نادي اي سي ميلان. كما راكم تشاهدوا معنا حسب الموقع الرسمي لنادي اي سي ميلان انه اسماعيل بن ناصر اجرى العمليه الجراحيه بنجاح والحمد لله، واللاعب حاليا في حالة جيدة ولا بأس به. كما راكم تشاهدوا معنا هذه الصورة من المستشفى تاع اسماعيل بن ناصر، ادعوا له بالشفاء وربي يشافيه وان شاء الله يرجع للميادين بقوة وبأحسن وبأفضل. صراحة حاليا نادي ميلان راح يكون في مأزق كبير بأنه فقد لاعب مهم جدا اللي هو اسماعيل بن ناصر، وأيضا حتى المنتخب الجزائري راح يكون عندنا خلل كبير جدا لأنه اسماعيل بن ناصر لاعب ركيزة في المنتخب الجزائري ودائما نعتمد عليه، واللاعب حسب الموقع الرسمي لنادي ميلان أنه راح يغيب لمدة 6 أشهر كاملة وما راحش يلعب اي مباراة. الحمد لله انه هذه الاصابة كي جاته ما جاتوش في اول الموسم، جاته في نهاية الموسم تقريبا. حاليا رانا في نهاية الموسم والموسم انتهى، وحتى المباريات الدولية ما بقاوش بزاف، وحتى المباريات تاع المنتخب الجزائري اللي مازالوا هي تصفيات لكأس افريقيا 2024 المقامة في الكوت ديفوار، والمنتخب الجزائري نقدر نقوله بشبه رسميا تأهل الى كأس افريقيا. يعني اسماعيل بن ناصر غيابه ما راحش يأثر بنسبة كبيرة جدا لأنها المباريات ماهيش مهمة بزاف، ولكن لازم على جمال بالماضي أنه يفوز بها وأنه يجيب كل النقاط، وهذا أمر جيد بأنه جمال بالماضي باش يجرب لاعبين آخرين في نفس مركز اسماعيل بن ناصر. قدر الله أنه اسماعيل بن ناصر معانا في المنتخب الجزائري وفي مباريات مهمة في كأس إفريقيا أو في كأس العالم ويتصاب لك. يعني حاليا لازم عليك انك تلقى البديل لاسماعيل بن ناصر في المنتخب الجزائري باش ان شاء الله نكون هكا المنتخب تاعنا يكون متوازن وعندنا اللاعبين البدلاء لكل اللاعبين الموجودين. نتمنوا له الشفاء العاجل وان شاء الله يرجع بقوه او يرجع احسن وافضل. الامر المحزن في هذا الامر انه اسماعيل بن ناصر كانت عنده العديد من العروض المهمه جدا، كان نادي مانشستر سيتي محل اهتمام كبير، بيب غوارديولا مهتم جدا باسماعيل بن ناصر، كان ينوي التعاقد مع اللاعب كي شافوه يتألق مع نادي اي سي ميلان ويقدم في مستوى كبير، ايضا انه نادي نيوكاسل في الدوري الانجليزي كان حاب يتعاقد مع اسماعيل بن ناصر، ونادي نيوكاسل حاليا هذا الموسم يقدموا في مستوى رهيب جدا، والنادي حاليا حاكمينه خليجيين ضخين فيه أموال كبيرة، استثمارات كبيرة، عندهم مشروع جيد، حابين يجيبوا نجوم، حابين يفوزوا بدوري أبطال أوروبا، حابين يسيطروا على البطولة الإنجليزية ويوليوا ينافسوا السيتي. يعني أمر مهم جدا، ونعرفوا أن نيوكاسل أيضا دخلوا في الخط ويتفاوضوا مع رياض محرز باش يخطفوه من السيتي. هذا أمر جيد بالنسبة لي، نشوف أنه إسماعيل بن ناصر ورياض محرز يكونوا متواجدين في نفس الفريق، وأيضا أنه إسماعيل بن ناصر كانت عنده العديد من العروض مثلها مثلا نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي، هي أغلبها في الدوري الإنجليزي في المستوى العالي. نتمنى له كل الشفاء العاجل وإن شاء الله يرجع بقوة ونشوفه ينتقل لواحد من هذه الأندية اللي ذكرناها واللي تكلمنا عليها ما عدا أرسنال. صراحة مانيش حابه ينتقل لأرسنال، ممكن حب نشوف اسماعيل بن ناصر في نادي السيتي، ولكن أكثر شيء أني حاب نشوفه في نادي نيوكاسل، لأنه في نادي نيوكاسل أعتقد أنه راح يكون أساسي 100% ويضمن مكانته ويلعب كل المباريات ونشوفوه يتألق مع نيوكاسل. وتذكروا كلامي أنه نادي نيوكاسل قادم في الدوري الإنجليزي راح يسيطر على كل شيء. والان باش نتكلموا على التغريده الرسميه اللي دارتها الفيفا في حسابهم الرسمي كما راكم تشاهدوا معنا عن المنتخب الجزائري وعن الجزائر. هل راح نشوفوا في كاس العالم 2026 الجزائر تكون متواجده في كاس العالم؟ نعم
او لا؟ اعطونا رايكم في التعليق وراح نتكلموا على الامر اللي تكلمت عليه الفيفا وبخصوص المنتخب الجزائري، وتقراوا معنا هذا التغريدة اللي تكلمت فيها الفيفا عن الجزائر. كما راكم تشاهدوا معنا الحساب الرسمي فيفا كأس العالم، لحظة عزوف السلام الوطني هي واحد من أكثر اللحظات الشعائرية في مباريات كأس العالم فيفا ومعها عالم الجزائر. هل نعود لسماع السلام الجزائري في كأس العالم 2026 فيفا؟ يعني هل راح نشوف المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026 ونسمع النشيد الوطني تاع الجزائر؟ نعم أو لا؟ إن شاء الله وبإذن الله المنتخب الجزائري راح يكون متواجد في كأس العالم 2026 إن شاء الله. الصحافة الجزائرية والجماهير الجزائرية واللاعبين الجزائريين كلنا نوقف مع جمال بالماضي ومع المنتخب الجزائري باش إن شاء الله العمل بجد والعمل إلى الطريق كأس العالم. أمامنا وأمام جمال بالماضي مهمة اللي هي كأس إفريقيا 2024 في الكوت ديفوار، على الأقل على الأقل على الأقل نديروا نصف نهائي أو نلعبوا النهائي ولما لا نتوجوا بها، لأنه كي نشوفوا اللاعبين اللي عندنا في المنتخب الجزائري ما شاء الله لاعبين جيدين متألقين في كل أنديتهم على المستوى العالي، يعني نقدروا نديروا بهم حاجة في كأس إفريقيا وحتى في كأس العالم لما لا. ولكن لازم يكون هناك طريقة لعب باينة باش المدرب يوظف فيها اللاعبين ويكون هناك تفاهم بين اللاعبين ويكونوا اللاعبين موالفين مع بعضهم البعض ومتجانسين مع بعضهم البعض باش تبني فريق وليس لاعبين وأسماء فقط، لأنه الفرديات وحدها ما راحش تنفعك بنسبة كبيرة. ممكن اللاعبين مهاريين بالفردية تاعهم ممكن يقدروا يصنعوا لك الفارق مثل رياض محرز مثل بالرحمة مثل بدر الدين بوعناني، ولكن لازم هناك يكون لعب جماعي، يكون هناك تكتيك باين باش تبني عليه منتخب يكون قوي دفاعيا، يكون قوي في وسط الميدان ويكون قوي في الهجوم، لأن كرة القدم لعبة جماعية ولازم تتبنى من الخلف إلى الوسط إلى الأمام باش تقدر تسجل أهداف ويكون عندك منتخب قوي على كل الخطوط. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري وإن شاء الله جمال بالماضي في هذه المباريات القادمة اللي هي مباراة تصفيات كأس إفريقيا 2024، وقلنا أن المنتخب شبه رسمي خلاص أن المنتخب تأهل إلى كأس إفريقيا 2024 كأنها مباريات ودية، أنه راح يجرب فيها ويسي فيها العديد من اللاعبين اللي مازالوا جدد اللي راح يجيوا للمنتخب الجزائري مثل ياسين عدلي مثل حسام عوار وممكن لاعبين آخرين اللي مازال ما ناش عارفينهم إذا يجيوا للمنتخب نعم أو لا. إذا يجيوا بجمال بالماضي يعطيهم الفرصة ويجرب اللاعبين، فهكا في كأس إفريقيا نكونوا واجدين وأيضا في كأس العالم نكونوا واجدين ونكونوا في جاهزية كبيرة جدا. نتمنى التوفيق لجمال بالماضي، وأمر اللي نتمنى أنه لازم على الجماهير الجزائرية يوقفوا مع منتخب بلادهم، ولازم على الصحافة الجزائرية في الأخص ما تبقاش مركزة على النقط السلبية ويسلطوا عليها ويديروا منها بلبلة كبيرة باش يخلقوا المشاكل في المنتخب الجزائري اللي هي صحافة العار معروفة بهذا الألعاب وهذا الأمور. لازم علينا نركز على الأشياء الإيجابية ونتكلموا عليها ونحموا منتخب بلدنا من الأعداء اللي هما ينتظروا كل خطأ من الجزائر أو من المنتخب الجزائري باش يتكلموا عليها بطريقة سيئة.